ان شاء الله عندنا الوصفه ديال لي شوسون او بوم بلا بات فويتي. فبالنسبه للمقادير بساط بزاف، انا درت استعملت لا بات فويتي اكسبريس ديال تيرموميكس، فهي كتجي رائعه البنات وكيجي الفويتاج فيها باين كيف كتشوفوا. الا بغيتوها وبغيتوا الطريقه ديالها نديرها معكم. وبالنسبه لهاد لا بات فويتي اكسبريس البنات راه تقدر تجي حتى يعني نخدموها بيدنا، مي غتاخد شويه معنا شويه الوقت وغتعبنا شويه. دونك اي بات فويتي كتنجح معكم استعملوها، ما كاين حتى شي مشكل. دونك عندنا بات فويتي واحد 300 غرام حتى 400 غرام ديال لا بات فويتي. عندنا لا كريم داموند فيه 100 غرام ديال لا بودغ داموند و100 غرام ديال الزبده و100 غرام ديال السنيده وجوج بيضات. انا بالنسبه ليا هنا درت غير نص المقادير، درت 50 غرام ديال لا بودغ داموند، 50 غرام ديال الزبده، 50 غرام ديال السنيده وبيضه واحده. تقدروا تزيدوا واحد المعلقه صغيره ديال الطحين الا خفتوا من لا كريم داموند تخرج لكم لي شوسون. عندنا هنايا لي بوم كاراميليزي. بالنسبه لي بوم كاراميليزي البنات راه غير تفاح كتقطيه رقيق وكتذوبيه مع كطيبيه مع شويه الزبده وشويه السكر اولا شويه ديال السكر الاشقر وشويه القرفه. فهادو هما المقادير البنات. وندوزو الان طريقه التحضير. بالنسبه للطريقه ديال العجنه البنات فهي سهله، غادي نطلقوا لا بات فويتي ديالنا، نحاولوا نطلقوها تكون شويه رقيقه. نحيد هادشي باش يبان لكم. السمك ديالها كيكون رقيق. فالبنات ملي كنعرفوا ان العجين المورق ناجح معنا، فهو ملي كتكون عندنا لاباط بحال هكا رطبه، يعني اون بات ليس وفيها هذا الفويتاج، ديك الساعات كنعرفوا من العجينه ان لاباط فويتي غادي تنجح معنا. فانا غادي نرقق هذا العجين، ونحتاجوا لهذه القطعه هذه باش هذه القطعه هذه باش نقطعوا دوائر ونطلق. انا البنات انا قطعت العجينه او رققت العجينه. بالنسبه ليا هذا السمك هذا يعني كافي، غنزيد فقط نطلقو غير شي شويه. انا ما تنبغيش نقوي الطحين، ف ملي كنكون كنطلق اخر مره لحقاش ملي كتبغي تشدي لا بات فويتي ما كتبغيش تشدك. فوالا دونك هنا غادي نقطعو باي قطعه، انا اختاريت هذا القياس بحال هكا وغنحطو الجانب ديالنا. نحاولو ما نضيعوش العجين. العجين خصو يكون شويه بارد باش يجينا ساهل في الخدمه. غادي نقطعو البنات بحال هكا يعني دوائر هاد القياس. فبالنسبه للخدمه ديال لي شوسون البنات ضروري ملي كنقطعوهم بحال هكا دوائر فحنا كنرجعو كنديرو لهم واحد كيف كنقولو في لابولونجي ان كود غولو هكا في الوسط باش كيعطيونا هاد لافورم اوفال. وكنحطو كناخدو هكا كنديرو لهم هكا من الوسط وكنحطو حتى كنساليوهم كاملين باش كنديرو خدمة نقية وكنسربيوه بهاد الطريقة. خصهم يجيو معانا هاد الشكل. هادو هما لي شوسون، خدمة لي شوسون ضروري ديري لها هاد العملية هادي، يعني كنقطع دائرة وكنجي حتى الوسط ديالها كنعطيها ان كود غولو بحال هكا وكنجمع. فهادي كاع يعني هادي خدوها كتقنية لجميع لي شوسون، سواء مالحين سواء حلوين تيتخدمو كاملين بنفس الطريقة بحال هكا و تنحطوهم حدانا.
باش ملي نبغيو نعمروهم يجيونا ساهلين. ما نبغيش نقطع هاد اللقطه هذه ديال كيفاش كنعطيوهم هذا الشكل باش البنات كاملين يستافدوا. صافي دابا ندوزو للحشوة ديالنا. بالنسبه للحشوة البنات كنا نصاوبو لي شوسون بحال هكا. هذا مازال ما فينيش، فقط كناخذو العجين ديالنا تنديرو فيه واحد شويه هكا ديال لا كريم داموند وكنحطو فوق منه تفاح. بالنسبه للتفاح نقدو نزيدو معاه شويه الكركاع، نقدو نزيدو معاه اللي بغينا، وكناخذو شويه الماء فقط، ما نديرو لا بيض لا حتى شي حاجه غير الماء، وكندهنو النصف ديال العجين، ما ندهنوش من هنا ومن هنا، ندهنو غير النصف التحتاني صافي، وكنسدو بهذه الطريقه. فهذه هي الطريقه ديال لي شوسون بحال هكا، وكنحطو في التالي ملي كنساليو بغينا نخليهم بحال هكا راه كنخليهم، بغينا نديرهم انفينيسيون شويه زوينه راه كن هذا راه كنصاوبوه. ف كنجيو كنديرو شويه الماء هنا فقط في النصف ديال العجين، كناخدو لا كريم داموند بحال هكا، وكنديرو التفاح. نقدروا نديرو بويض، نقدروا نديرو مملحه، نقدروا نديرو اللي بغينا صافي، وكنسدو بهذه الطريقه هذه. فهاد لي شوسون البنات كتعرفوهم يعني تيعجبو الكبار والصغار، وشويه تيتباعوا يعني في المحلات في لي بولونجري المزيانين تيتباعوا غاليين. هلا نديرو واحد شويه ديال لاباط داموند لا كريم داموند باردون، وكنحطو. بالنسبه لا كريم داموند كيف قلت لكم البنات فهو كتجي طون بورتون، يعني 100 غرام ديال سنيدة، 100 غرام ديال لا بودغ داموند، سواء البيضه سواء اللوز كنطحنوه، وجوج بيضات و100 غرام ديال الزبده. نقدروا نديروا فيها الفاني ولا نديروا فيها شي حاجه، اولا نقدروا نخليوها غير هكا ناتور بحال اللي انا درت نيت دابا خليتها ناتور. صافي نعاود معكم هذه، ندهنوا النصف ديال العجين، نحطوا شويه ديال لا كريم داموند وشويه ديال التفاح معسل. التفاح معسل غير يعني طايب شويه في الزبده والسنيده، واحد المعلقه ديال الزبده ومعلقه سنيده وشويه القرفه صافي، وكنسدو بحال هكا. واخا يخرج من هنا ماشي مشكل، حنا عاد غادي نفينيوه ان شاء الله. صافي ونحطو هنا، نكمل هادو البنات ورجع معاكم. فبالنسبه لافينيسيون البنات ديال لي شوسون كنعاودو ندوزو عليهم واحد هكا، كنسدوهم شي شويه، كنحطوهم كنشوفو شي موس اللي ما يعني ماشي ماضي، وكنزوقوهم. تقدروا ديروا لهم لا فورشيت اولا ديروا لهم اللي بغيتو ماشي مشكل صافي، وكنحطو هكا نعاودو نسدو. حنا ملي كنديرو الماء فما ما نخافوش، الماء احسن من البيض في لاباط فويتي. بحال هكا كنديرو هاد لي بتيت غوزات هكا تنحطو، ساهلين يعني ماشي شي حاجة صعيبة، فقط الواحد خصو يكون عندو ديك يعني المعلومة في محلة، ملي كتكون عندي المعلومة في محلة فكتنجح معايا الحاجة. صافي البنات انا غادي نكمل هذا الشيء، وغادي ندهنو بالبيض وندخلو الفران على مسخن على 200 درجة. ملي كندخل لي شوسون ديالي كنهبط الحرارة ل 180. صافي نكمل. بالنسبه لي شوسون ديالنا انايا دهنتهم بالبيضه كامله،
وغندخلهم للفران كيف قلت لكم. ولكن من الاحسن الا بغيت تكون عندكم نتيجه رائعه في لاباط فويتي في اي حاجه فيها لاباط فويتي البنات، دائما دخلوها الكونجيلاتور واحد الساعه تجمد عاد باش دوزوها للفور. هذاك لو شوك تيرميك ما بين البروده اللي كانت فيها والسخونيه ديال الفران تيخلي ان لاباط فويتي كتنفخ وكتجي زوينه وكتجي يعني فويتي وباينه عاليه. انا ما عنديش الوقت فلذلك انا خليتها هي باقا عجينه، ما عنديش الوقت ليها، دونك غادي ندخلها الطيب على 180 ونتلاقاو بوغ لا فينيسيون ديالها. فكيف كتشوفوا البنات كنخرجوا لي شوسون ديالنا من الفور باقي سخانين، كنعاودوا نديروا ليهم شويه ديال الزبده ديال باردون ديال لا كريم داموند بحال هكا من الفوق غير شي شويه، والطياب ديالهم تيكون يعني كمل. واخا تيبانوا لكم هكا راه طايبين. هنا كنديروا لا كريم داموند وكنزيدو نحطو شويه ديال لي زاموند ايفيلي من الفوق وكنرجعوهم يتكروتيو في الفوق. بالنسبه للبنات اللي ما بغاوش يديروا هاد يعني هاد لا فينيسيون هادي يقدروا يغبروهم فقط بالسكر كلاصي ويرجعوهم للفوق فحتى هما كيجيو محمرين وزوينين. انا كيعجبني نفينيهم هكا يا بلي زاموند ايفيلي ولا كريم دامون كيجيو بحال لي فوغي اموند في لوغو. صافي نكمل هكا شويه شويه راه باقي سخوانين داكشي باش لا كريم دامون دغيا تذوب حيت فيها الزبده فهي دغيا كذوب. فقط غادي نكملهم انا بحال هكا وغادي ندير عليهم لي زاموند ايفيلي. هاد لي زاموند ايفيلي تيتحمروا تيجيو كروستيون حتى هما مع مع لا بوت فويتي كيجيو زوينين. هادو فقط البنات افكار، الا عجبوكم بحال هاد الحويجات هكا بلا بوت فويتي قولوها ليا نزيد معاكم. كاين بزاف ديال يعني لي ديريفي ديال لا بوت فويتي، عندنا واحد يعني بزاف ديال لي ديريفي بزاف ديال الوصفات ا باز لا بات فويتي. فهي عجينه غريبه وعجيبه يعني غير ليسونسييل هو تكوني كتخدمي لا بات فويتي ديريها مزيان، حتى لا بات فويتي اكسبريس ولا لا بات فويتي سريعه حتى هي كتجي مزيان. ومن بعد كنبقاو نلعبوا بالحشوات يعني اللي بغينا ديك الساعات راه حنا والذوق ديالنا. صافي البنات غنكمل هكا ونعاود ندخلهم يتغراتينو في الفور واحد شويه ونطلقها. ها لي شوسون ديالنا البنات بالتفاح ولا كريم داموند هما هادو الصحة والراحة، تيجيو رائعين تيجيو زوينين وساهلين ماهلين. جربوهم على حسابي.